مش هبيع نفس البيعة الرخيصة دي. دي بيعة رخيصة، دي بيعة بملايين، وبعدين نبيع نفسنا مليون ألف مرة عشان خاطر عيون أمك وعشان خاطر ابنك. لا دي اشتغالة كبيرة كده يا دواهي، احنا ما اتفقناش على قد. أنا كده أوت. أوت ده إيه وحياة أمك؟ ما تتلم وتقعد تترزع وتسمعني. البنت السواكة دي بنت لونة مش بتاعة قد. أمال انتهر يا دواهي؟ أنا شعربني، ما يمكن وقع من على الرصيف مات. احنا هنقعد نرغي كده ونسيب البنت في القسم؟ يلا نروح لها. هنروح بايدينا فاضية. اه صحيح، احنا لازم ناخد محامي معانا. سيبونا انا بقى الطلعة دي. يا ماشي ورا الستات هتلبس في الحيط من سكات. بتقول ايه يا حرام الغسيل؟ يا ماشي ورا الستات هتلبس في الحيطة من سكات. تخص عليك يا كوهين، دي كلمة تقولها لي. يلا اتفضل قدام على القسم. انا مش فاهم منك حاجة. انا ما قتلتوش يا حضرة الظابط، والله العظيم ما قتلته. انا دخلت الحمام خرجت لقيته غرقان في دمه. غبتي قد ايه في الحمام؟ حوالي ساعة ونص. ساعة ونص؟ قتلتي الراجل اللي راح تسترخي في البانيو؟ ما حصلش يا حضرة الظابط، أنا ما استحمتش أصلا. أمال ساعة ونص بتهببي إيه في الحمام؟ شوفي بقى بنت الناس، أنا قدامي جريمة كاملة، قتيل وأداة جريمة والشغالة اللي شافتك، أحسن لك تعترفي. أعترف بإيه؟ أعترف بحاجة ما عملتهاش؟ قولي الكلام ده قدام النيابة، شوفي مين هيصدقك. أنا مش هتكلم إلا قدام دواهي. دواهي مين؟ محامية؟ كوزمي من فضلك قول لمدير الامن ان دودو هانم هنا. هانم اللي هنا موجود رئيس مباحث. اه طب ومين هتنزل وقابله؟ قول له دودو هانم بس موجوده. لم الدار وبلاش تناكة، احنا مش جايين ننصب على الحكومه ان نتحبس كلنا. انت شايف كده؟ خلي الاستاذ المحامي يشوف شغله، دول بتوع قدور مع بعض. انت شايف كده؟ اتفضل يا استاذ. اتفضل حضرتك. انا امال ابني ابقى قول لابني ان الباشا ان الاستاذ حمام المحامي حاضر مع المتهم. متهم؟ سخص عليك محامي، متهم ده ايه؟ متهمة يا استاذ، ده انت كده هتاخدها من ايديها توديها لطبلية الاعدام. دواهي الحقيني يا دواهي. ما تخافيش يا حبيبتي، انا جيت وجايبه لك اكبر محامي في البلد معايا. انا ما قتلتوش يا دواهي والله العظيم ما قتلتوش. يا اختي انا عارفه بتقولي ان انت ما تعرفيش تقتلي كتكوت، هتتلعت ايه زي دي؟ والله يا حضره الضابط مش ممكن سهواكه تقتل حد. سهواكه مين؟ انا يا حضره الضابط، اسمي سندس وبيدلعوني سهواكه. طول عمرها دلوعه، هي تتميز تدلع انما تقتل ربك الحق لا. تعيش يا دواهي، طول عمرك اصيله. لا يا اختي ده كلمتين حق. اولا احنا واكلين عيش وملح مع بعض، وده الحق بتاعك وجاي اقوله. اوعي تكوني موتيه من غير قصد. ايه اللي بتقوليه ده انت كمان؟ يا تقولي كلمه تنجني يا تسكتي يا اختي. اسكت؟ لا ما اسكتش. شوفي حضره الظابط بسم الله ما شاء الله زي القمر، زي قلب الزبده. هو يصيح لكن ما يعورش. شايف براءه الاطفال في عينيها. ميرسي يا دواهي. ده حقك وواجبك يا اختي. الله، ما تقول حاجه يا سيد الاستاذ. انا حمام زغلول المحامي حاضر مع المتهم، وهبقى ايه الموضوع اصلا بصلاته على النبي؟ المتهمه قتلت المدعو دردير احمد دردير والشغاله شافتها. طب هو قتلته يعني لما عدم المؤاخذه مات الله يرحمه. اعمار يا باشا، مش يمكن مات من ضغط الشغل؟ يعني ايه اللقاء الحميمي؟ يعني ما الرجاله بتبوظ بعضها اليومين دول وبيستعملوا حبوب عشان تقوي الذاكره. حميمي ايه اللي انت بتتكلمي عنه ده؟ ما فيش حاجه حصلت يا دواهي، ما تقول حاجه يا استاذ. طيب هو ايه الموقف دلوقتي سعادتك؟ هتتعرض على النيابه المسائيه. طيب انا هستسمحك، ده واجب رجوله، موكلتي تبات في الحجز الليله دي وتتعرض على النيابه بكره الصبح ان شاء الله. الله يخرب بيتك، انت ايه اللي بتقوله ده يا استاذ؟ مصلحتك انك تباتي في الحجز الليله دي. انت بتسلمي تسليم اهالي؟ انا سلمتك اتنيله على عينك، هو ده اهالي؟ ده بوليس ونيابه. وهو ده بقى المحامي الكبير اللي انت جايبهولي؟ والله هو كان كبير، معرفش هو كش كده ليه. اسمعيني بس، المصلحه بتقول انك تباتي في الحجز الليله دي، ده قتل. الصبح اكون فوق. دواهي جايبني من فرح درمغه ومحشش. محشش؟ مفشفش حضرتك، ومش هعرف اترافع. ترافع ايه يا ابني؟ واحنا هنا في محكمه. منك لله يا دواهي، عمرك ما عملتي معايا حاجه كويسه ابدا. جايبه لي محامي محشش. مفشفش حضرتك. مش عايزاني اعمل لك حاجه يا حاجه؟ كتر خيرك يا وفاء.
بقول لك ايه؟ هي سهوجة هتتأخر عن كده؟ الغايب يا بنتي حجته معاه وإن شاء الله جاية بالسلام. إلا يا أختي سامح فين؟ معرفش، وتليفونه مقفول بقاله أكتر من ساعة. ما هو تلاقيه عند واحد صاحب سندس، كمان عند واحدة صاحبتها. طيب تصبح على خير. وانت من أهله؟ الحمد لله على السلامة. ربنا يهديك يا وفاء، والله البيت دي مجنونة. مش عاجبك ولا ايه؟ وانا اتكلمت؟ عماله تتنهدي ومخنوقه ومش طايقه نفسك، وانا بحب اضرب السيجاره في هدوء. بتضربيها في هدوء؟ هو انا ازعجتك؟ ايدك على 200 جنيه. 200 جنيه؟ بتوع ايه؟ 100 بدل عكننه، وال100 التانيه ارضيه. ارضيه؟ انت هنا متلقحها في الارض ولا متصعلقه في الهوا؟ لا في الارض، بس دي ارض الحكومه. انا عيله الحكومه. خدي لك نفس ياما واجب ضيافه. ما اشربش حشيش. خدي ياما نفسي ينسيكي اللي انت جايه فيه. خدي، مفيش حد يقول شاكيرا. لا شاكيرا؟ ايوه شاكيرا. ايه ما شبهش؟ تشبهي، تشبهي قوي. خدي ياما، خدي. حاضر. يلا سدي كده بقى، عندك 300 جنيه، 100 بدل عكننه و100 ارضيه، والمية تانية سجارة حشيش. سجارة؟ ده نفس. الحشيش غالي يا اختي ومش لاقيين، والحكومة مضيقها علينا بقى الله يسامحها. خدي لك نفس بخمسة وسبعين. لا لا مش عايزة. خدي يا اما، خدي. سدي، ما تطلعيش عين امي. امي. قلب هنا وشفا مطرح ما يسر يمري قدر يا كريم. ويعافيك يا حبيبتي ويشفي لك ابنك قادر يا رب. من بقك لباب السما يا رب، ويهدي نور النهارده على بنتك يا اختي. مسك فيها تبات معاها النهارده. قلت بس يا بنت فرصه عمرك، انت كمان وحشاني، قلت اجي معاكي. ربنا يخليك يا حبيبتي ويسترها معاكي ومع اولادك ومع سندس بنتي، مع الغلبانه دي اللي مرميه في السجن المظلومه. النبي ما تزعلي نفسك، ربنا يفك سجنها ان شاء الله وتطلع بالف سلامه يا رب. وما يحكمش علينا ظالم ان شاء الله يا رب، يا قادر يا كريم يا حبيبتي. ايه اللي حصل؟ وكيل النيابه تصاها اربع ايام استمرار. يا نهار اسود، ده كده تبقى لابساها لابساها. يا سهوكه ممكن تكون عملتها. هي مجرمه زيك؟ سوسو استحاله تعمل كده. سوسو متعلمه ومثقفه ودارسه متاحف، عارفه ايه اللي تعمله وايه اللي ما تعملوش. ايه الاخبار يا رجاله؟ سيئه. سوسو اتصت اربع ايام معجزه. اوبا، دي بقت قضيه بقى. بقول لكم ايه، قلم الحكومه ما بيتردش، اوعى اسمي يجي في اي حاجه. طول عمرك واطي يا مولانا. خلاص يا حس، ما بقتش قادره استحمل. انا تعبانه قوي مخنوقه لدرجه ان انا بفكر اسيب البيت وامشي. معلش معلش يا حبيبتي، بس بلاش بقى كل شويه اسيب البيت اسيب البيت. استحملي شويه. وبعدين كان ايه يعني اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل كتير قوي. اخرها امبارح قاعدين بنتفرج على التلفزيون انا وهو، قاعد جنبي زي الصنم ما بينطقش كلمه واحده، وفجاه سمع صوت باب شقتهم بيتفتح، قام جاري طلع يطمن على السنوره يشوفها رايحه فين في وقت متاخر زي ده. بجد حاجة تقرف. عادي عادي؟ هو ايه اللي عادي؟ والله العظيم عادي. اللي بتقوليه ده كله عادي، بيحصل في اي بيت. بس المهم بقى الست الشاطرة العاقلة
هي اللي تطنش وتضحك وتفرفش، مش تخرب بيتها بإيدها. هطنش واضحك وفرفش إزاي وأنا كرامتي بتتهان كل يوم وكل ساعة؟ اللي بيحصل فيها ده حرام ولا مش حرام؟ حرام، بس مش هو ده اللي أنت اخترتيه وكنت فرحانة قوي بيه يا ست وفاء؟ أيوة أنا فرحانة بيه وبحبه، كل اللي كنت عايزاه من الدنيا إنه يبقى جوزي، بس كنت فاكرة يعني إن بعد الجواز هقدر أغيره. بس هي دي بقى الكلمة اللي بتبوظ أغلب الجوازات، كنت فاكرة إني هقدر أغيره. يا بنتي يا حبيبتي مفيش حد بيقدر يغير حد. وبعدين إيه بقى؟ مش نحمد ربنا إن إحنا اتجوزنا؟ وبلاش كلمة أطلق أطلق أطلق. يا حسن أنا مش عايزة أطلق، أنا عايزة أعيش معاه عمري كله لأني فعلا بحبه، مش عايزة من الدنيا غيره، بس عايزة أعيش معاه بكرامتي، مش عايزة أحس إن أنا قرفانة من نفسي ومش طايقة نفسي. هو ده حقي ولا مش حقي؟